وصلنا بمحاضرة الصبح للفاكسين اللي هو التيتانوس. أخذنا الألارمينج سيمتوم أند ساينز، وهسه على الفاكسينز. عندنا التيتانوس توكسويد اللي هو given during pregnancy. التايمينج مالته يعتمد حسب الدوز. الفيرست دوز تنطى 16 ويكس اوف بريجننسي اند ات جيفز نو بروتكشن، بس هي بيسك دوز زيرو دوز. السكند دوز 4 تو 6 ويكس ليتر يعني عن الفيرست دوز، اند ات جيفز 3 ييرز بروتكشن. الثيرد دوز هي 6 مانثس ليتر، ات جيفز 5 ييرز بروتكشن after the third dose. And the fourth dose is 1 year later، يعني سنة بعد الجرعة الثالثة. And it gives 10 years protection. The fifth dose 1 year later and it gives lifelong protection. طبعا المتعودين اللي pregnant ياخذوهن during pregnancy، يعني هاي هسه لا تحسبوها على الويكس، يجوز بالبريجننسي أول 16 أسبوع، وبعدين يا دوب تأخذ الثانية أو ما تأخذها. متعودين بالبريجننسي يأخذون كل بريجننسي دوز. In pregnancy in general, live attenuated vaccines are contraindicated. And any pregnant woman who come in contact with rubella should be tested for rubella antibodies. ذكرناها بالمحاضرة السابقة، تعتبر ريسك فاكتور. بالنسبة للنيتال كير، النيتال كير is the care provided to the pregnant woman during labor. The objectives of natal care is to help the pregnant woman to have normal delivery, providing emergency service when needed and care of the baby at birth. هذا اللي هو نيتال، اكثر شيء هوسبيتال احنا نحتاجه يعني قليل عندنا من الهيلث كير بيهن، يعني بيهن دليفري بس بالنواحي. اكو قسم من النواحي البعيده بيها يعني هيلث سنتر ويا صاله ولاده. So place of delivery we have two types، either home delivery or hospital delivery. Home delivery, if delivery is expected to be normal, can be carried out at home by birth attendant. وهذا تكون trained و official. طبعا هاي guideline انه المفروض no risk. بس احنا most of the problems اللي occur nowadays, risk pregnancy, تجي من ال home delivery. تجي من القابلات اللي هم يشتغلون بالبيوت. Hospital delivery, developed countries prefer hospital delivery of all pregnant. And in developing countries like us, it is limited to a pregnant who desire it. There is a high risk labor expected and when difficulty arises during home delivery. وهذا اللي كنا we talked about, no. Home delivery, sir, complication where they sent her an emergency or urgent a situation such as bleeding or يعني dead child وهكذا. We prefer always to prefer hospital delivery. Okay, regarding postnatal care, هو care of the mother after delivery for 6 weeks after delivery اللي هي puerperium period and usually done at health center or home visit. The first examination 2 to 3 weeks after delivery. طبعا اكو examination. السلايد ما جاي يتحرك. السلايد ما جاي يتحرك. السلايد الدكتور ما جاي يتحرك، ثابت على الجدول مال تيتانوس توكس. ها انا حكيت هسه على التيتانوس بس؟ اي ما اتحرك بعد. والله هاي انا بالكلية على بالكلية دا يعني دامت محاضرة. لان تشوفون مدى اشر المحاضره الصبح من البيت يعني. هسه تتحرك؟ لا دكتور ما تحركت.
خلني أشوفه. عضلة الكتابة هي عضلة الببغاء على هذا، بس خلي الماوس هنا ونحرك الماوس عشر. هسه يعبر؟ لا دكتور ثابت. ثابت بعده؟ ايه. الأولى كملت ولا الثانية؟ لا بعدني بالأولى. هي لا هاي مو إلي. هاي هي الروبوتكتر. هذه. لا بس. هسه تغير؟ إيه دكتور هسه تحرك. هسه تحرك. تمام. فأنا حكيت عن نيتل كير، ما أدري بعد يعني السلايد السابق هذا كان حكينا عنه، وبعدين عبرت عن نيتل كير وانطيت ديفينيشن هو ديورنج ليبر، انطيت الأوبجكتيفز مالت نيتل كير والبليس اوف ديليفري، هوم ديليفري وهوسبيتال ديليفري، وتلقون بالريكورد الشرح مال السلايد. وبعدين اجيت على البوست نيتال كير اللي هو كير اوف ذا مذر. هسه تغير مو على البوست نيتال؟ نعم دكتور. نعم على البوست نيتال كير هو افتر ديليفري فور 6 ويكس افتر ديليفري، نسميها باربريم بريد، اند يوزوالي دان ات هيلث سنتر اور هوم فيزيت. الفيرست اكزامينيشن دان 2 تو 3 ويكس افتر ديليفري. طبعا اكو اميديت اكزامينيشن اللي نسويه before discharging women هذا at hospital، بس أنا أقصد الـ first examination اللي من بعد الـ discharge from the hospital، يعني بالحساب هذا يكون السكند. فالـ first examination at the health center هو 2 to 3 weeks after delivery، والـ second examination 4 to 6 weeks after delivery. الـ aim هو to detect and cure minor problems result from birth، وايذر يعني الكومبوننت مالته راح يكون postpartum examination للpelvic organ وmedical care follow up health education وif there is any family planning services intended وpsychological and social support. psychological لان اكو puerperal depression puerperal psychosis موجوده وcommon بالwomen، فراح تاخذون ان شاء الله بالسايكاتري. ف اتس فيري امبورتنت تو يعني سكرين اند لوك فور سايكولوجيكال اند سوشيال يعني كوزز اوف illness. ان بوست بارتم اكزامينيشن مذر اكزامند فور جنرال كونديشن، يعني جنرال اكزامينيشن بودي تمبرتشر، ان انكريز اوف تمبرتشر باي 1 ديجري سنتيغريد اور مور شود بي يعني investigated. Breast and nipple and whether lactation is practiced. Abdomen for involution of uterus اللي هو returning back of uterus to its pre-pregnancy situation. Bleeding or discharge or any other complaint. And follow up the mother is examined on periodic visits to MCH center at the end of third week maximally to check the general condition. If she is anemic, ferrous sulfate is given, supplementation with vitamin A, 200,000 international units, and if she had puerperal infection and if she had managed properly. And then 6 weeks after delivery to check for measurement of weight and blood pressure. احنا المفروض ideally ماخذين البري pregnancy weight
ومسوين فول اب بالبريجنسي الويت، فنسوي هنا نشوف افتر 6 ويكس افتر ديليفري تو تشيك ذا ويت اند بلاد بريشر، لانه ممكن الجستيشنال هايبرتنشن ممكن يبقى ممكن يتحول الى كرونيك هايبرتنشن. Abdominal and pelvic examination is performed to check for involution of uterus and repair of tears, if any. And assessment of the woman's mental health is also performed. Health education after delivery, adequate nutrition for lactating mother, child feeding, ensuring breastfeeding, practices of weaning, and dietary supplementation if needed, child care in health and disease, and physical exercise and its value, يسمونه pelvic floor exercise, يساعد على returning of pelvic organs and strengthening, وpostpartum birth control اللي هي يعني الكونتراسبشن او فاميلي بلاننج. فهذا فيما يتعلق بالهيلث ايجوكيشن فولوينج ديليفري. And this is the end of the first lecture اللي اخذناها in the morning. And we continue with part two, reproductive health. Which is related to some common issues. The questions might be asked for يعني education, lifestyle, the nutrition of a pregnant woman, the developing fetus, is influenced mostly by diet between 17 56 days after conception, and therefore diet should be optimal before a pregnancy. عفوا دكتور السلايد ما جاي يتحرك. نعم. على الاول سلايد. على الاول؟ نعم دكتور. هسه ارجع هذا الاول مو؟ هذا الاول؟ ما جاي يتحرك. هسه ما يتحرك. أما يتحرك؟ نعم دكتور. أساعدكم صورة؟ نعم دكتور أول سلايد هسه. بس اوكي ثابت على اول سلايد. على الاول بعدنا؟ نعم دكتور على اول سلايد. بعد ما يتحرك؟ نعم دكتور ثابت. والله ما ادري ظاهر الشبكه هنا ضعيفه ما اعرف والله. هسه شنو عندكم صورة؟ ماكو صورة لحد الآن. هسه سلايد رقم واحد. Reproductive health part 2 مو؟ نعم دكتور. تحرك؟ لا دكتور ثابت. بعد ثابت؟ نعم دكتور.
بعد ثابت لي هسه؟ نعم دكتور على سلايد رقم واحد. سلايد رقم واحد؟ نعم. والله ما أدري. إيه هسه رقم اثنين. هسه رقم اثنين؟ نعم دكتور nutrition of pregnant woman. أي. خليه هيجي وأشوف. بس نزل على supplementation؟ نعم دكتور. أوكي. فكنت أحكي على general terms يعني خلصت البوستنيتال وأحكي على النيوتريشن بالبريجنانسي إيش فد يعني وقلت developing fetus influenced mostly by diet especially between 17 to 56 days after conception so diet should be optimal before the pregnancy optimized before pregnancy and the ideal nutritional regime for pregnant women is by the calorie requirement increased by 200 calorie per day the protein intake increased by 20% والكالسيوم by 50% يعني 20% من النورمال requirement of usual person اللي هو تقريبا 1 غرام لكل كيلوغرام اخذناها بالثالث فيزداد 20% النسبة مالته يكون أكثر والكالسيوم كذلك عن needs of normal person and doubling folic acid and iron intake وكلش كمان عندنا يعني general prescription هو supplementation for the pregnant woman iron اللي هو ينطون 30 milligram of ferrous iron per day الفرس ايرون هو 3 تايبس فرس جلوكونيت وفرس فيوماريت وفرس سلفيت a dose of 30 milligram elemental iron per day should be enough for most women but women pregnant women with twins and those who book for antenatal care late in pregnancy يعني اجوا متاخرين 5th or 6th month or taking iron irregularly يعني ماكو drug compliance مو يومية تاخذ فننطيهم 60 to 100 milligram per day those categories anemic women should take 200 milligram per day elemental iron and iron requirements increased only in the latter half of pregnancy تزداد أكثر شيء بالنصف الثاني أو آخر 5 months or 4 months of pregnancy. وهذا بالنسبة لل الآيرون supplementation. بالنسبة للفوليك أسيد supplement. الفوليك أسيد يعني cause deficiency مالته result in megaloblastic anemia and may occur during a pregnancy. So to prevent this type of anemia, it is recommended that women take 0.4 milligram of folic acid per day throughout pregnancy. وقسم حتى يقولون خل يأخذون pre-pregnancy. يعني with marriage, daily supplement of folic acid, even before conception. It is recommended that women at high risk of neural tube defect who had offspring with a neural tube defect and those who has a neural tube defect herself. يعني أما المذر عدها أما عدها history بالprevious children عدهم a neural tube defect أو هي at high risk أو عدها family history of the disorder strong family history. This woman takes supplement of 4 to 5 milligram. يعني هناك 0.4 milligram daily للnormal. بس إذا عدها risk factors ف 4 to 5 milligram of folic acid per day at least 2 months prior to conception and for the first 12 weeks تأخذ على الأقل شهرين اللي عدها هذه الفاكتورز risk factors of neural tube defect أو هي صاير بيها أو عدها أطفال صاير بيهم أو يعني family history of this disorder neural tube defect يعني أختها عدها أمها وهكذا
فيعتبر indication of giving larger dose of folic acid. Women on anti-epileptic drug مثل carbamazepine and especially valproate may need higher doses of folic acid to combat folate deficiency لأنه interrupt with metabolism of folate الـ anti-epileptic drug especially those valproate type. Common problems affecting pregnancy and affecting diet and nutrition. مثلاً الهارتبيرن كلش كمان يصير عندهم هارتبيرن. Some of the advices to get rid of this complaint هو eat earlier in the evening and avoid late night meals. Eat small low fat meals and snacks, fruits and slowly. Drink fluid mainly between meals. Decrease or avoid spices, greasy and fried foods, avoid tobacco and caffeine, and carbonated beverages. Carbonated اللي هي الكولا ويعني مشابهاتها. Avoid lying down for 1 to 2 hours after eating or drinking, and avoid bending after eating. هذه فد some tips to avoid this complaint of heartburn. Constipation also is another complaint might occur with pregnant women. She can drink plenty of fluid, preferably water, eat high fiber cereals and other grains, fruits and vegetables, and engage in physical activities such as walking. Might help in decreasing the effect of constipation. A third complaint هو البايكة. أكيد سامعين بها بالiron deficiency anemia. تصير بالأطفال اللي eating clay, eating يعني paint. It is the practice of eating non-food substances like clay, a freezer, scrubbings, and dirt, and could be prevented by some advices. Like going for a walk or reading a book when the urge hits, يعني سرعة urge for eating these substances, non-food, chewing a sugarless gum, or eating sour pickles, or chewing on frozen fruit juice cubes instead of ice. These might help in getting rid of this phenomenon. اللي هي البايكة. Okay, weight gain also is a common problem in pregnancy. طبعاً مو weight gain normal مع اليوترس والفيتس والبيبي وإنما weight gain يعني أكو normal وأكو above normal. The weight gain بال pregnancy normally هو combination of maternal and fetal tissues and the fluids as well as the fat store. The rate of weight gain usually is not constant. It's around 2 kilograms are gained in the first trimester, and the remainder throughout the second and third trimester at a rate of around 0.4 kg per week. تقريبا كل أسبوع من بعد الفيرست ترايمستر نص كيلو أقل شوي من نص كيلو 0.4 kilogram. So weight gain during pregnancy has to be estimated according to the pre-pregnancy weight of the mother. كل واحدة حسب البي ام اي مالتها ما قبل البريجنسي يلا نقدر نتوقع النورمال weight gain لأنه abnormal weight gain might indicate other thing indicate polyhydramnios indicate twin pregnancy triple pregnancy double pregnancy وهكذا. إذا كان الـ pre-pregnancy weight أو BMI underweight BMI less than 18.5 recommended weight gain هو 13 to 18 kilogram. إذا هي normal BMI قبل الـ pregnancy اللي هي BMI 18.5 to 24.9 فنتوقع الـ weight gain يكون 11 to 16 kilogram. إذا كانت overweight BMI 25 to 29.9, the normal weight gain should be 7 to 11
كيلوغرام in total and if she is obese BMI 30 or greater there should be lesser weight gain about 5 to 9 kilograms to consider normal. احنا اغلبهم هم overweight او obese يعني الweight gain مالتهم يكون abnormal بس ما يطلع بسبب disease يطلع بسبب الفود. ويعتقدون البريجننسي it's a time for eating everything to يعني nourish the fetus وهذا يعني wrong mistake. Okay, health education for pregnant women. Pregnant women should be informed about the following. First, adequate nutrition, the daily requirement of macronutrients, and caloric needs, advised for exercise and work. طبعاً mild exercise allowed, preferably walking. Housework, if not over tiring, it's allowed. The following working situation have been associated with adverse pregnancy outcomes. If she works more than 10 hours per day, if she stands more than 6 hours per shift, if she lifts heavy items, and if there is exposure to excessive noise, فإذا الwork environment من هذه الأنواع, these are associated with adverse pregnancy outcome. Regarding travel of a pregnant woman, it is allowed when comfortable. Car safety belts have to be adjusted to be comfortable for women. يعني هذا حزام الأمان يكون ما يمر على الأبدومن مباشرة على اليوترس وإنما below. Those traveling more than 3 hours by car or airplane must take a break every 2 hours and walk for about 5 minutes to decrease the risk of deep venous thrombosis, DVT. اللي ساعتين وأكثر بالطائرة أو بالسيارة كل ساعتين لازم يعني يحركون الفيت مالتهم for 5 minutes walking break. Dental care, teeth should be examined twice during pregnancy at least. Brushing teeth after meals and tooth extraction allowed even for pregnant women with rheumatic heart disease if she received proper prophylactic antibiotic. Also, breast care offer the following advice by washing the breast daily to reduce the cracking and regarding the nipple, if there is a dry secretion, treat with a mixture of glycerin and alcohol and if retracted, treat by pulling out gently and regularly. Smoking has potential adverse effect on current pregnancy, causing either fetal anoxia, low birth weight, neonate, prematurity, pre-labor rupture of membrane or premature rupture of membrane, and it's found to be associated with abruptio placenta. Clothing should be loose, light, and hanging from shoulders. Avoid high heels shoes with thin soles and belts or corsets. هذه أكو special يعني marks markات for pregnant lady. Sexual activities allowed and moderate and is to be avoided in a pregnant woman with threatened abortion, preterm labor or antepartum hemorrhage. Regarding drugs, avoiding all unnecessary drugs during pregnancy, taking drugs that are not known to affect the fetus does not guarantee safety of the fetus. يعني هو اللي الدرج during pregnancy مسوي لها categories A وبي C. إذا واحد يشوف أي درج يقرأ على pregnancy categories. فإذا هو ما له حاجة وحتى إذا pregnancy category safe يعني as possible to avoid all drugs. لأن many recent research جاي تغير بال يعني the effect of drugs during pregnancy.
timing of subsequent visit or next visit, supply the female with card with full information to maternity hospital at the last visit. هذه معروفة موجودة أن يعطوها كارد بال visits. أوكي، فهذا كل ما يتعلق بالcare of pregnancy اللي هو الانتينيتال والبرينيتال كير. هي كان يعني ثلاث محاضرتين لونج، فاختصرنا بس الموست كومن والموست امبورتنت بوينت، لان اكو بوينت يو ويل هاف ذم ان اوبستريك كورس كامله، فما يحتاج ان ندخل بتفاصيلها، فقط هذه الامور اللي احنا اخذناها، والبقيه بالنسبه للتشايلد هيلث كير احنا عندنا بعد محاضره بالاسبوع. تردون نكملها اليوم او وي هاف يعني ثيرد اور، لان هذا عملي اساسا، عندنا محاضره حضوريه وعندنا اونلاين، فنقدر نكمل بهم. What do you say؟ تريدون نكمل تشايلد هيلث كير؟ راحتك دكتور، بكيفكم انت، اذا تعبانين ما عندي مشكله. دكتور إذا بيها شيء عملي يعني يا ريت خليه على الحضور أحسن. أوكي ما يخالف، يعني خليها على نص الأسبوع نعطيها تشايلد كير، نو بروبلم. يلا خلاص.